هلا الوزن، زيادة الوزن هم مقاربة، يعني هذا الأكسفورد عنا هون، يعني حلاوته انه بيحط كل شيء هون كلغة، رح نلاقي مجمع كل شيء كلمات يعني كتير حقل لغوي، رح نلاقيه بكل مرض محطوط على جنب. هلا باختصار هون شو آلية القراءة؟ عندي بحط لي شكوى، بعدين بحط لي جدول فيه تشاخيص تفريقية وكيف بدي اتوجه لكل وحدة من ناحية القصة والاستقصاءات. فهمنا شلون بدنا نقرا؟ هلا نحن يعني عندي هون انا مين؟ زيادة الوزن. شو الشيء اللي ممكن يعمل زيادة وزن؟ حاطيلكم بقى، تمام؟ رح نقرا. هلا أول شيء in addition to usual details، شو يعني؟ in addition يعني to usual details، بالإضافة إلى التفاصيل الاعتيادية. يعني عم يحكوا على زيادة الوزن، أنت بزيادة الوزن شو بدك تعرف غير التفاصيل الاعتيادية تبع شو أصلاً التفاصيل الاعتيادية؟ قد إيه زاد وزنك في فترة الشهر؟ قد إيه عم تاكل؟ أكلك كيف؟ كذا إلى آخره. حاطين بين قوسين إنه شو هن الأشياء اليوجوال ديتيلز، سبيد أوف أونست، سرعة ظهور زيادة الوزن مهمة إلى آخره حاطين. بالإضافة إلى هذه التفاصيل فاصلة، شو بدنا نترجم بقى هلا بالله؟ حدا يساعدني؟ هاي ساعدكم بالبداية. تقييم انتشار دهون الجسم. شو في شيء أحلى من انتشار distribution؟ إذا عم أوصف توزع. ممتاز ممتاز رائع. معناته انتبه بالله، عندي بالإضافة إلى التفاصيل الاعتيادية قيم توزع الشحم في الجسم. فهمنا شلون الجملة؟ in addition to كذا فاصلة إجا الفعل، تمام؟ والشيء اللي طالب مني اني قيمه. هلا it is mainly trunkal or general، عم يحكي عمين؟ trunkal or general عائدين على مين؟ على distribution. ممتاز، هدول صفات للتوزع، اما جذعي او معمم بين قوسين الجذع والاطراف. يا ترى بدانه بالجذع والاطراف ولا بس بالجذع؟ يعني عم يوجهكم انتم دايما تستفيدوا منه. اذا رايح تقارب مريض بالمشفى هذا الحكي كمان مو بس لغه، بفيدك من ناحيه ثانيه، تمام؟ شفت مريض زيادة وزن، أول سؤال كاتبي لك اسأل عن سرعة الظهور طبعاً، وقديش كسب كم كيلو إلى آخره. بعدين اسأل شوف لاحظ التوزع متناظر ولا لا. بعدين differentiate، يتميز بين مين ومين؟ بين مين ومين ميز؟ حدا يعطيني بسرعة. ميز بين زيادة الوزمة، تمام، beating بين قوسين انطباعية and adiposity. شو يعني أديبوزيتي؟ عائدة من مين؟ تذكروا بالنسج أديبوز تيجو تيشو أديبوز، تمام؟ يعني تمام يعني تمام يعني النسيج الدهني. يا ترى هل هذه البدانة أو هل هذه الزيادة بالوزن هي على حساب وزمة أم هي على حساب نسيج شحمي؟ كيف بدك تفرق؟ قايلي لك الإديما بيتينج بتكون انطباعية، الشحم بيكون غير انطباعي. هي معلومة. وما تضحك، يعني ما مو تضحكوا، ما تستقلوا ابدا بتمييز الوزمه عن الشحم. يعني صدقا في مثالين ببالي صفنت شي دقيقتين لحتى ميز مخي انه هي وزمه او هي بداني. ما تفكروا ابدا شغله سهله بدها صفنه، يعني بده يطلع. اعتمدت انا بتقييمي على قطر، يعني قطر الايد، قطر الاصابع، قطر تحت، قطر الرقبه، لحتى استوعبت انه هذا الزلمه بدين، مو ما عنده يعني حبن او وزمه معممه، لانه كان جايب قصه قصور قلب. وكمان مره ثانيه مريض حبن شديد كمان، على طلعت على قطر يعني فخده وكذا لحتى فهمت انه هذا ما يعني ما كان في مجال انه يصير فيه لمس يعني وبيتينج وكذا وتحري. فمشان هيك شغله مو سهله، انتبهوا لها، مو فورا تقولوا بدانه. انيشال انفستيجيشن، انا عندي الاستقصاءات المبدئيه، شو بدي اعمل؟ اختبارات عم يقولوا لكم اذر تيستس ان بولد بيلو. يلي ما حضروا بالمكثفه هذا مصطلح جديد عليهم. شو يعني هي بين قوسين؟ ترى هي معلومه عم يعطوني اياها هون بين قوسين. شو عم يعطوني؟ شو عم يفهموني؟ حدا يشرح لي الجمله غير عائشة. كان مو استقصاءات مادية يعني. ايه بس ما فهمت انا شو يعني. غمائين، الغمائين بالاسود مو مادية. تمام، المقصود انه اطلع تحت في استقصاءات اخرى مغمقة بالاسود، بيلو بالاسفل، بالعفوا السهم الاسود، هن استقصاءات اخرى مثل ما قلت. بس انا بدي طالب يتوجه يعني يفهم انه دول اللي بين قوسين هن توجيه من المرجع، مو معلومة مو شيء، تمام؟ يعني وانا عم اقرا بدي افهم حالي شو عم ساوي، تمام؟ معناتها الاستقصاءات الاخرى بالسهم الاسود. هلا
عندي مثلا تحريبول، بروتين جدا مهم، جلوكوز، بروتين جلوكوز. شو دخل هدول بالبدانه بزياده الوزن؟ الوزمه للبروتين، ممتاز. والجلوكوز كمان ممكن يدعم، يعني هدول تحريات روتينيه. بس مثلا اذا في كوشينج، انت شاكك بكوشينج، لقيت عدم تحمل سكر او تيفا، كمان توجهت، فكله مهم. كمان اجري في بي سي اف بي سي فول بلاد كاونت، نفس السي بي سي، نفس يعني فول بدال السي بي سي. هلا الفاستنج جلوكوز سكر الصيام، دبليو اند اي، شو قلنا المره الماضيه؟ هذا الاختصار ما لقيت حدا بيعرفه، كان وقتها بكل المجموعه. يوريا وكهارل، تمام. والتي اس اتش والاف تي 4. هلا بالنسبه للتشخيص التفريقيه الاساسيه، تمام، ان تايبيكال اوتلاين ايفيدنس، والدليل النموذجي يلي يعني بدي اتبعه، الاوتلاين بدي اتبعه. شو عندي هون؟ عندي اكسسيف، واحد اهم سبب للبدانب على وجه الكره الارضيه كلها هو شو؟ هو الاكل. الاكل اكيد. حتى اللي بقول لك نحن ما بناكل بيكون شو السبب؟ غالبا اكل. اكسسيف كالوريك انتيك، انتيك شو منترجمه؟ مدخول. ممتاز ممتاز، رائع. مدخول السعرات الحراريه او فائض مدخول السعرات الحراريه او مدخول السعرات الحراريه الفائض، رائع. باي فار ذا مين كوز، شايفين عم يقول لكم هو السبب الاساسي، اكثر من 95% من حالات بدانه سبب زياده الاكل. اوفن ويذ ميل ديبريشن، غالبا بيكون في شويه اكتئاب او اكتئاب معتدل، تمام، لانه يعني هي قصه رايحه جايه. تقريبا 10% من حالات الاكتئاب تترافق مع نهم، بدل هو القاعده انه يصير في نقص شهيه، بس 10% عندهم نهم. وبالمقابل اللي عندهم بدانه شديده كمان رح يطوروا درجه من الاكتئاب. هاي عم نقول لكم شيء بيساعد يعني على التوجه. هلا suggested by، شو قلنا suggested by؟ شلون نترجمها بهيك سياق؟ حد يفهمني ليش يستخدم هذا المصطلح هون؟ كثير suggest، كثير مهمه باشتقاقاتها كلها. تمام، يقترح من خلال، ممتاز. شو يعني يقترح؟ يعني ما الشيء الذي سيدلني على ان البدانه سببها فائض وزن؟ تخيلوا كل هالكلمه بيقتصروها بسجستد باي، تمام. فكتير مهم اعرف ترجم سجستشن بكل اشتقاقاتها، كتير بتورد بالانجليزي، كتير بتورد بالمراجع. هلا جرادجوال اند بروجريسيف ويت انكريز، تمام. شو عم يصير عندي؟ جرادجوال بنعرفها زياده وزن مترقيه وتدريجيه اوفر، على مدى شو؟ أشهر لسنوات. انتبهوا، زيادة الوزن سبب الأكل تكون تدريجية على مدى وقت منيح، ففجأة بيلاقي حال الواحد صار وزنه مرعب. No other associated symptoms، ما بيحس يعني ما في أي أعراض أخرى. شلون بدي أكد القصة؟ قصة فرط أكل أو زيادة أكل وجميع الاستقصاءات الأخرى طبيعية، ما في شي صعب. هلأ finalized by، كيف ننهي هذا الموضوع؟ كيف ننهي بقى المقاربة؟ بالنتيجة المتوقعة للتدبير يلي هي نقص أو انقاص المدخول الحراري، تمام، وزيادة النشاط الفيزيائي، معروفة. هلأ بالنسبة للأدوية، السبب الثاني الأهم للبدانة هو الأدوية، يقترح تمام استيرويدات، إنسيد، سلفينيليوريا، هدول أدوية السكري، أنسولين، استروجين إلى آخره، حتى البروجسترون. بلاقي البروجسترون بيزود الوزن أكثر من الاستروجين، بيفتح الشهية البروجسترون. شو بيعمل؟ كيف بدنا طبعا في قصه دوائيه، confirmed by، يؤكد من خلال شو؟ weight decreasing following كذا كذا. اشرحوا لنا، حدا جديد يطلع حدا جديد. نقي اسم، تفضلي صبا، حاولي. ما بعرف شو كنيتك حاطه، بس صبا تفضلي تشجعي، حاولي. بدي من عند وين كنا بالله؟ ويت شو يعني ويت؟ وزن. ممتاز. ديكريزينج، انقاص وزن. ممتاز. فولو شو يعني فولو؟
أسبوع لازم. ممتاز، رائع. reduction إنقاص. ممتاز. withdrawal من withdraw. ممتاز. causative إدراك. causative من cause. إذا قلنا cause تعرفي cause يعني أنتي شو يعني. طب causative شو صارت؟ causative إدراك. العقار المسبب. خلاص ما أحلاكي، شايف شلون؟ معناتها رح نظبط شوي. انقاص الوزن او نقصان، هلا ما حنقول هون انقاص، رح نقول نقصان. ليش؟ لانه نحن عم نحكي على السبب الدوائي، فمعناتها نحن شلون بدنا نتاكد انه السبب دوائي؟ بنقصان الوزن التالي لايقاف او سحب الدواء المسبب. بنترجمها هون دواء. احلى. تمام. هلا شلون بدي ننهي الموضوع؟ بانقاص يعني بايقاف او تخفيض الادويه المسببه. كمان أدوية الاكتئاب ما لهم حاطينها، مع أنها كتير مهمة. أهم إنساد أول مرة بشوف أنها بتزود الوزن بصراحة، بس أدوية الاكتئاب جدا مهمة. تراي سايكليك، خلوها ببالكم. كل أدوية الاكتئاب تزيد الوزن، تمام؟ خاصة التراي سايكليك والباروكسيتين، حتى يلي بينقص بيقولوا عليه بينقص وبينقص لفترة قليلة. انتبهوا كتير لهالموضوع، يعني ممكن تكون مريض اكتئاب، انت عاطيه دواء اكتئاب مشان الاكتئاب تبعه يقوم على ادويه الاكتئاب. طبعا اوقات في حالات معنيده بيحتاج مثلا مدى الحياه، يقوم يزيد وزنه بيقوم يتفاقم عنده الاكتئاب. فانتبهوا لهالقصه. هلا الكونجيشن كاردياك فيلير، هي كنت عم اقول لكم عليها، قصور القلب الاحتقاني. كيف بدي فرق او اتوجه لزياده وزن سبب قصور القلب؟ شو اللي بيقترحها؟ زيادة وزن على مدى أيام لأسابيع، شايفين أقل من فوق. ليش؟ لأنه بسبب الاحتباس السوائل اللي بيصير. قصور القلب الاحتقان يعني المرحلة الأخيرة، مشان هيك من قصور القلب، مشان هيك رح تتطور القصة بشكل أسرع. تيسبونيا شو يعني؟